بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كيف الحال؟ كيف الهمة؟ كيف المعنويات؟ ان شاء الله عالية. شو اخباركم؟ كيف المحاضرات السابقة اللي اخذناهم؟ لساتنا في تشابتر السادس اللي هو تشابتر الليبر. هناخذ المحاضرة اللي موضوعنا اليوم عن البارتوغرام. اخذنا المانجمنت المحاضرة الماضية والستيجز مالت الليبر. ومن ضمن الستيجز او المانجمنت حكينا انه الفيرست ستيج اوف ليبر تتمثل بالمكونات مالت البارتوغرام، وعرفنا على البارتوغرام، عرفنا شو المكونات تبعت الورقه تبعت البارتوغرام. محاضرتنا اليوم حنفصل البارتوغرام اكثر. البارتوغرام ممكن نسميه بارتوغراف، بس الاسم الكومون اللي هو بارتوغرام. كلمه جرام ريكورد، وجراف اللي هي ميجرمنتس، فهي الاصح نحكي بارتوغرام، ولكن ممكن مجازا نحكي عنه بارتوغراف. تمام، زي ما احنا نعرف احمد صالح 5th year medical student، ايميل رقم التليفون. بدايه زي اي محاضره نعرف شو الديفينيشن مالت البارتوغرام. البارتوغرام هو managerial tools الهدف منها assist and interrupt the process in the labor. The process in the labor assessment مالتها تشمل ثلاثة معلومات: the fetal well-being, material well-being, the progression of labor. طبعا كل هذا نحطه على one chart، تمام، على ورقة واحدة. تمام، مين النساء اللي نعمل لهم البارتوغرام؟ all women اللي يدخلون الليبر روم نسوي لهم بارتوغرام. هتقولوا لي الهاي ريسك واللو، اقول لك اه الهاي واللو ريسكس. فاي ست تدخل غرفه الولاده لازم يكون في عندنا بارتوغرام، ونسوي لها البارتوغرام، نسوي لها متابعه عن طريق البارتوغرام. نتابع شو؟ الفيتال ويل بينج، ماتيرنال ويل بينج، بروجريشن اوف ليبر. تمام، شو اهميته؟ في أهميته اللي هو هذان الخمس أهميات: provide continuous continuity of care, provide a basis of decision making عشان أعطي قرار طبي وأتدخل أسوي intervention. هذا الintervention بدي أسوي له identify early. الidentify early بيكون يعتمد على معلومات. المعلومات من وين تأخذهم؟ من البارتوغرام. facilitate researches بيكون عندنا داتا بحيث استفيد منها لو بدي اسوي بحث معين متعلق في الولاده، و allow review، وانا كطبيب احمي نفسي قضائيا، لانه القاعده المعروفه الاشي الغير مكتوب ما بنقدر انه نستدل عليه كاشي يحميني. فno documentation no defense. تمام، شو هم الريكوردينج؟ اخذناهم في محاضرة المانجمنت، نعيدهم بالترتيب زي ما موجود في الورقة. اول شيء موجود في الورقة اللي هو maternal information، بعد ذلك في عنا record of fetal condition اللي تشمل fetal heart rate، بعد ذلك مربعات تشمل amniotic fluid، بعد ذلك molding of the fetus، بعد ذلك recording of the progression of labor تشمل ايضا ثلاث شغلات اللي هو dilatation of the cervix، descending مالت الهيد مالت الطفل، uterine contraction. اخر شيء الكاتيجوري الثالث اللي هو maternal condition اللي تشمل الدراج administration والاي في fluids. هذه ممكن نحطها كاتيجوري لحالها اسمها medication، وممكن نحطها ضمن خانة الماتيرنال condition. بعد ذلك يصير في عندنا كاتيجوري البلس والبلد بريشرز، body temperature واليورين، اذا في اسيتون اللي هو بروتين، اسيتوني بروتين اللي هو الالبومين، والكوانتيتي مالته اللي هو الفوليوم. فبهمنا في الماتيرنال اللي هي الفايتال ساين بالاضافه لليورين. نبدا بالبارتوغرام من اول من ما نشا، من اول عالم فكر فيه. اول عالم فكر فيه اللي هو فريدمان. الفريدمان هذا صار يقول لك هو اللي اعطى فكره البارتوغرام. كيف؟ انه قال لك انه الفيرست ستيج اوف ذا ليبر مكون من تو فيسز،
الفيرست ستيج اوف ليبر تو فيسز. شو هم يا فريدمان؟ قال لك الليتنت فيز والاكتيف فيز. تمام. قال لك الليتنت فيز من حيث لما يبدا الكونتراكشن ريجولار يوتيراين كونتراكشن لحد ما يصير عندنا السيرفايكال دايليتيشن 3 سنتين. بالمحاضره تبعت المانجمنت قلنا 4 سنتين، هم من 3 ل 4 الكتب مش ثابته على رقم، بس انه نحط في بالنا انه الفول افيسمنت حيكون هو نهايه الليتنت فيز سواء كان 3 او 4 سنتين. قديش يستغرق بالبرايم جرافيدا؟ ممكن يوصل لحد 7-8 ساعات. تمام. الاكتيف فيز او سميناه الاسيليريشن فيز لما من الدايليتيشن من الثلاث او الاربعة لحد ما يوصل فول دايليشن اللي هو 10 سنتيمتر بمعدل زيادة 1 سنتيمتر لكل ساعة. تمام. فلما نيجي نوصف الشكل نشوف الشكل حنلاقي انه السلوب مالت الليتنت فيز مايل قليل، السلوب كثير قليل بطيء، بحيث انه الوقت اللي نحتاجه عشان يصير السيرفايكال دايليتيشن لحد 3 سنتين 8 ساعات او 9 ساعات في هذا المنحنى. بعدين يصير الاكتيف فيز اللي هو اسيليريشن فيز من الثلاثة سنتين سيرفايكال دايليتيشن لحد العشرة سنتين، نشوف قديش استغرق وقت من الساعة 9 للساعة 12. معنى ذلك استغرق فترة نصف الفترة اللي استغرقها الليتنت فيز، وهذا احنا شرحناه المحاضرة الماضية كمان الأوقات الديوريشن اوف مالت كل مرحلة. بعد ذلك اجى عالم ثاني بعد فريدمان اللي هم اللهم صل على سيدنا محمد اللي هو فيليبوت. الفيليبوت والكاسل، كاسل اند فيليبوت، كاسل اند فيليبوت صار يقول لك يا عمي لازم احط اليرت لاين واكتيف لاين، فهم حطوا على اللي صار يحكي فيه فريدمان اليرت واكتيف لاين. تعال نيجي نعينهم، الاليرت لاين خلي لون احمر، الاكتيف لاين خلي لون بنفسجي عشان يصيروا اكثر وضوحا من الخطوط اللي هو احنا عيناهم. نبدا في الالرت لاين. الالرت لاين هذا الخط يمثل شو؟ the slowest rate of cervical dilatation، ابطا معدل للسيرفايكال دايليتيشن مسموح فيه في الاكتيف فيز بيكون على يسار الالرت لاين. تمام، هيك اليسار وهيك اليمين. ف the lowest rate of cervical dilatation يكون alert line. بعد ذلك يكون المعدل التوسع مالت السيرفكس أبطأ من أبطأ توسع طبيعي طبعا، فهيكون التوسع مالتنا abnormal. تمام، يعني هذا الخط بما أنه صار على يمين alert line هنحكي عنه delay prolonged. تمام، بينما لو كان على يمين على يساره هذا نحكي نورمال مهما كان. تمام، وقديش المعدل التوسع مال في الالرت لاين؟ زي معدل التوسع الطبيعي بالاكتيف فيز. الاكتيف فيز معدل التوسع الطبيعي في 1 سنتيمتر لكل اور. معنى ذلك لو نتوقع انه نبدا من 0 hours على 1 سنتيمتر dilated cervix، نتوقع بعد الساعة الثانية نوصل للساعة 0، الساعة الواحد بعد ساعة من الفحص الاول قديش نتوقع الدايليشن يصير؟ حيزيد 1 سنتيمتر، يعني صار 2. نتوقع بعد ساعة من هذا يزيد كمان 1 سنتيمتر فيصير 3 وهكذا. فمعدل الزيادة في الالرت لاين او معدل الدايليتيشن 1 سنتيمتر لكل اورز، وهو ذا سلوست ريت سيرفايكال دايليتيشن ممكن يحدث طبيعي. تمام، فاي قيمة على يساره طبيعي اللي هي بتكون اسرع من ابطا قيمة اللي هي الالرت لاين، وعلى يساره يجب التدخل تيك ان اكشن، لهيك طلع مسمى الاكشن لاين. فالاكشن لاين to take an action لازم اتدخل انا كدكتور، لانه لو ما تدخلت ما راح يصير في عندي ليبر.
فهذا الاكشن لاين يمثل لاين بارالل للالرت، بيكون موازي للالرت ما يتقاطعون ابد. بس شو الفرق بينهم؟ انه في ديلي عن الالرت 4 ساعات. نشوف هاي ساعة ساعتين ثلاث 4 ساعات وصلنا الالرت الاكشن لاين. فالفرق ما بين الالرت لاين والاكشن لاين 4 hours to the right of the alert line to the alert line. عبره صار عندنا الخط المنحنى صار بعد الاكشن لاين to the right of the action line، لازم نتدخل اجباري. فشو اللي يصير عندي الاحتمالات؟ لو كان على يمين الالرت على يساره يكون هذا طبيعي وبس اراقب، على يساره سوري الالرت لاين على يساره حكينا طبيعي بس اراقب، على يمينه وقبل الاكشن لاين محير. في بعض الدكاتره يقولون لازم اتدخل، بعض الدكاتره يقول لك لا اراقب بس بشكل اكثر تكثيف. اكشن لاين بعدي على الجهه اليمين اجباري اتدخل. لو نلاحظ هان الاكشن لاين بلش مع الزيرو بوينت، معنى ذلك احنا حكينا الالرت لاين بيسجل الاكتيف فيز، معنى ذلك بهذا البارتوغرام اللي يكون منحنى الالرت لاين من ساعة صفر ما اقدر اسجل فيه الليتنت فيز. شو اللي بحكي فيه انا؟ خليني افرجيكم بارتوغرام اخر عشان تفهموا شو اللي اقوله. هذا نشوف هذا البارتوغرام، الالرت لاين جاي من الساعة صفر، جاي ديلي 8 ساعات على الساعة الثامنة. هذا الديلينج الثمان ساعات خلالي مجال اقدر احسب واحط على الورقة الاحداث اللي صارت بالليتنت فيز. في بارتوغرام انواع اخرى الالرت لاين بدايته مع الساعة صفر، يعني بدايته من هان. خلينا نشوف هاي هذا البارتوغرام الالرت لاين من الساعة صفر. ففي عندي نوعين للبارتوغرام، بارتوغرام نوع ريكورد الليتنت فيز زي هان، وفي عندنا بارتوغرام نوع بس ريكورد الاكشن لاين اكشن فيز فقط without الليتنت فيز. تمام، بعدين نحطهم في بالنا بما انه قاعدين نشرح على الالرت والاكشن لاين. نيجي هسه الفرق ما بين المالتي بارس والبرايمري بارس من حيث السيرفايكال دايليتيشن سرعته مقارنة في التايم اللي يستغرقه. اللي ابي اعرفه من هذه الرسمة بالمالتي بارس سرعة السيرفايكال دايليتيشن يكون اسرع من البرايمري بارس. فالبروجريشن اوف ليبر في البرايمري بيكون في المالتي بيكون اكثر او اسرع من البرايمري. هذا البارتوغرام اللي احنا النهائي اللي احنا قاعدين نشتغل عليه، المعدل اللي طلعته ال WHO بعد ما فريدمان وكاستل اند فيليبوت حطوا بصماتهم، طلعت ال WHO طلعت البارتوغرام بالمحتويات اللي حكينا عنها، ماتيرنال انفورميشن، فيتال والبينج اللي هي فيتال هارت ريت، بعدها الامنيوتيك فلويد، المولدينج، بعد ذلك البروجريشن اوف ليبر اللي بتشمل الديسيندينج اند سيرفايكال دايليتيشن يوتيراين كونتراكشن، بعد ذلك ميديكيشن اللي هو اكسيتوسين او اذر ميديكيشن وفلويد، بعد ذلك اللي هي الماتيرنال والبينج اللي هي البلس البلد بريشر التمبريتشر اليورين سواء كان في بروتين اسيتون والفوليوم مالته. هذا اني محتويات البارتوغرام. شو أهمية البارتوغرام؟ أخذناها في ثاني سلايد لما حكيناها. في أهميات اللي هو بيصير في إنه observing للبروجرس أوف ليبر، بنشوفها كل لحظاتها، يعني ما أضطر أقول للدكتور شو اللي يصير، بس أطلع على الورقة أفهم لحال بدون ما أسأل أي أحد موجود في غرفة الولادة. بيسوي early detection للunsatisfactory progression of labor، بيحدد السيفالوبيلفيك ديسبروبورشن قبل ما يصير عندنا اوبستراكشن، مهم ليجل ديسيجن وكويك ديسيجن، ايدنتيفاي ذا نيسيسري انترفينشن اللي لازم اتدخل بيها، والحلو فيه انه لو كوست سمبل اكسسبل وكلير، واضح ما في اي تعقيد.
شو الشغلات اللي لازم احطها في بالي عشان اقدر ادخل للبارتوغرام وافتهم شو المعلومات اللي فيه. لازم نتفق على شغله انه هو بيسوي ريكوردينج للفيرست ستيج اوف ذا ليبر مينلي. وحكينا في المانجمنت اوف ليبر المحاضره الماضيه لما اخذنا المانجمنت اوف فيرست ستيج اوف ليبر، المكونات تبعت المانجمنت تبعت الفيرست ستيج هي نفسها مكونات البارتوغرام، فهو يساعدني في الفيرست ستيج اوف ليبر. طيب بعد ما تخلص الفيرست ستيج اوف ليبر ادخل بالسكند، خلاص اوقف البارتو؟ لا، اكمل تعباية البارتوغرام، ولكن مش كل الخانات اقدر اعبيها. فانا اقدر اعبي الفيتال هارت ريت، بقدر اعبي اليوتيراين كونتراكشن، الماتيرنال والبيينج، غير هيك ما اقدر اعبي. عشان ابدا بتسجيل على البارتوغرام لازم يتوفر شرطين من هالثلاث. لو كنا في الليتنت فيز، اول شرط اللي لازم يكون اجباري اللي هو no complication required urgent intervention or delivery، ما في عندي اي complication تتطلب urgent intervention او delivery، هذا يكون اجباري. وحتى لو بلشنا في البارتوغرام وكان هذا الشرط متوفر وبعد ذلك صار عندنا complication، بوقف البارتوغرام. فلازم يكون no complication تتطلب urgent intervention عند البدء في البارتوغرام وخلال تسجيل البارتوغرام كامل. فلو حدث وبلشت في البارتوغرام وصار عندنا complication بوقف، تمام؟ هاي اول شرط. الشرط الثاني واحد من هالثنتين، لو كنا بليتنت فيز قبل ما يصير يعني السيرفايكال دايليتيشن 3 سنتيمتر او 4، اشوف كم عدد اليوتيراين كونتراكشن خلال العشر دقائق. لازم تكون على الاقل كل انقباض 20 ثانية، على الاقل 20، اقل من 20 ما اقبل به، وعدد الانقباضات في العشر دقائق على الاقل 2، تمام؟ حلو. لو كنا في الاكتف فيز خلال العشر دقائق اليوتيراين كونتراكشن كل انقباض يبقى على الاقل 20 ثانية، وعلى الاقل عندي انقباض واحد، تمام. فوجود no complication that required urgent intervention and delivery مع واحد من هالثنين الشرطين، هذا يخليني ابلش في البارتوغرام. قبل ما ابلش بدي اعرج على نقطة العشرين سكند. العشرين سكند احنا كمان شوي حنفتهم انه اليوتيراين كونتراكشن حقسمه لجريد الانتنسيتي مالته، مايلد مودريت سيفير. اقل من 20 مايلد، من 20 ل 40 مودريت، وفوق ال 40 بنسميه سيفير. لازم على الاقل يكون مودريت يوتيراين كونتراكشن، 2 مودريت يوتيراين كونتراكشن في الليتنت او 1 مودريت يوتيراين كونتراكشن في الاكتف، بالاضافه لنو كومبليكيشن عشان اقدر ابدا في البارتوغرام. وين اعبيه ديورينج ليبر، مش بعد ما تخلف الست واصير اعبي بكيفي، لا، لازم كل لحظه بلحظتها واسجل. وملازم اخليه في الليبر روم، ما يطلع من الليبر روم. ولازم اللي يعبيه يكون trained personnel زي obstetrician او midwife. اوقف البارتوغرام فيلينج لما يصير اي complication required urgent intervention or delivery، وزي ما حكيناها قبل شوي. هذه المكونات قلتها قبل شوي اللي هي maternal information، fetal well-being اللي تشمل ثلاثة معلومات، الheart rate، الامنيوتيك فلويد، المولدينج، بعد ذلك ليبر بروجريشن اللي هي سيرفايكال دايليتيشن اند ديسيندينج اوف ذا هيد، بعد ذلك اليوتيراين كونتراكشن، بعد ذلك ميديكيشن اللي تشمل اكسايتوسين او البين ريليفر والاي في فلويد وغيرها، والماتيرنال والبيينج اللي تشمل البلس، البلد بريشر، التمبريتشر، اليورين، سواء كان في بروتين اسيتون فوليوم مالته، ممكن حتى في بعض الشارتات البارتوغرامز يكون فيهم جلوكوز. بعد لما نخلص تعبيته تولد الست ونخلص الليبر، لازم اسوي اوتكم. بالاوتكم بالعادة تكون تحت مكتوب اوتكم ونكتب، بس احنا ما نكتب، ما نلتزم نكتب تحت، نكتبها بالفراغ. هذا شو نكتب؟ لازم نعبيه ونكتب معلومات التالية. لازم نعطي الـ outcome of delivery cesarean ولا spontaneous vaginal delivery ولا induced ولا شو نوع الـ vaginal delivery، شو نوع الـ delivery.
اي ساعة صارت؟ شو الناتج؟ ميل ولا فيميل؟ ميت ولا عايش؟ ليف ولا ستيل بيرث؟ وقديش الوزن مالته؟ هذان المعلومات لازم قبل ما نطلع تطلع الست من غرفة العمليات من غرفة الولادة نكون حطيناهم. نبدأ في الكاتيجوري واحد واحد. نيجي هسه على المذر انفورميشن. شو تشمل؟ سبع معلومات: النيم اسمها، الايج، الباريتي، جستيشنال بيريود، متى دخلت واي يوم، متى صار رابتشر اوف ممبرين، ولازم ناخذ انتي نيتال هيستوري. اخذناها كمان في المانجمنت، اخذنا عنها المحاضره الماضيه. نشوف هل في ريسك فاكتور ولا لا، زي الدي ام هايبرتنشن، بري اكلامسيا وغيرها، والويت والهايت وهيك. بعد ذلك ننتقل على الفيتال ويل بينج. الفيتال ويل بينج بتشمل الفيتال هارت ريت. اتوقع لو اشرح على هذا التشارت بيكون افضل، ونفس المعلومات اللي موجوده للامام انا هحكيها بس على التشارت، فممكن انك تتبع معي على الرسمه او تتبع معي على الكتابه اللي هي لقدام، يعني تقلب السلايدات. اول شغله بالفيتال انفورميشن او الفيتال ويل بينج اللي هي فيتال هارت ريت، لو نلاحظ انه في عندنا خط داكن على ال 180 وخط داكن على ال 100، اللي هو المحاضره القادمه حنعرف انه الري اشورينج والنون ري اشورينج فيتال هارت ريت من 100 ل 180. النورمال او بنسميه ري اشورينج من 110 لحد ال 160، ممكن نقبل مجازا من 100 ل 180، بعد ذلك اكثر من هيك بنعتبره تيكي كارديا، اقل من ذلك بنعتبره بريدي كارديا. فعشان يكون اكثر وضوحا الفيتال هارت ريت هل هو طبيعي ولا لا، حطوا الخطين الداكنين. كل مربع يشمل نص ساعة، معنى ذلك انا لازم اسجل كل نص ساعة قديش الفيتال هارت ريت. تمام، اسجله لما يكون يوتيراين كونتراكشن ولا بعد؟ بالضبط بعد اليوتيراين كونتراكشن. وزي ما احنا نعرف بسجل لو كنا بالفيرست ستيج اوف ليبر كل 30 دقيقه بعد وبين الكونتراكشن والكونتراكشن اللي بعده، ولو كان بالسكند ستيج كل 15 دقيقه. كل نص ساعه بسجل على الورقه شو طلعت الافريج هارت ريت. نيجي هسه على الممبرين. الممبرين نرجع للرسمه، لو نشوف هون سي 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 سي، شو يعني السي سي سي اللي احنا كتبناهم؟ وشو الخيارات اللي احنا ممكن نحطها؟ هذا يقول لي شو الامنيوتيك فلويد خاصيته، الاسسمنت مالته. والله لو كان الممبرين انتاكت لساته ما صار له رابتشر بنحط اي، فكلمه اي لما الاقيها في الخانه بدل السي بنعرف انه انتاكت ممبرين. لو اشوف السي معناه صار رابتشر، بس الرابتشر طلع ليكر او امنيوتيك فلويد كلير ان كلر، صافي، فبنحط سي 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 يعني كلير اللي هو الطبيعي. لو صار رابتشر وطلع لون اخضر غامق بنسميه ميكونيوم ستيند ام، فلما اشوف حرف الام بعرف انه ليكر لونه اخضر او بني. لو كان احمر بلاد ستيند بنحط بي، ولو كان ابسنت يعني في رابتشر اوف ممبرين بالفاجينال اكزامينيشن بس ما في فلويد طلع فبنحكي اي ابسنت. فهدني الخيارات، اما نحط اي سي ام بي اي. الام تعال نيجي نعرج عليها. بالسيفاليك برزنتيشن حكينا في محاضره المال ابزو مال برزنتيشن انه انشوك في ديستريس او هايبوكسيا او اسيدوسيس. متى انشوك؟ لما يكون لون الميكونيوم ثيك ولون اخضر فاتح، بينما لو كان لون الميكونيوم دارك جرين ومايل للبني هذا نورمال وبدل انه ماتشور فيتس، هيلثي ماتشور فيتس. فبتصفي اللون بالسيفاليك برزنتيشن بيحكم لي شو الطفل، لو كان دارك إيش كويس، لو كان برايت او بيل جرين هذا انا احط ايدي على قلبي انه صار انترا يوتيراين هايبوكسيا او انترا يوتيراين اسيدوسيس. نيجي هسه على الشغله الثالثه والاخيره في الفيتال ويل بينج اللي هي المولدنج. والمولدنج اتس ا فيزيولوجيكال بروسيس، والجريدد مالتها 0 1 2 3. فلما الاقي نرجع للبارتوجرام مالتنا، الاقي هان 0 او 1 او 2 شو افتهم؟ لو كان 0 البون سيبريتد عن بعض،
لو كان واحد انه لمسوا بعض بس ما صار overlapping. لو قرأت رقم اثنين افهم انه الهدمة الطفل صار في انه overlapping between the bone بس reducible. ولو اشوف رقم ثلاث overlapping وما ما برجع زي ما كان irreducible. هيك خلصنا من الفيتس. نيجي هسه على the progression of labor. The progression of labor بتشمل cervical dilatation and descending of head. هذا أهم إشي بالبارتوغرام لازم نفهمه. الباقي مفهوم وما بده شرح. زي ما احنا حكينا أول عالم اشتغل عليه اللي هو الفريدمان وصار يقول لك إنه labor two phases اللي هي latent phase لحد 3 سنتيمتر والactive phase لحد 10 سنتيمتر. بعديها اجا الفيليبوت والكاسلز قال لك انه لا في عنا alert line و action line. شو الalert line؟ اللي هو ال rate of slowest progression of labor. بينما الaction line هو appropriate action should be taken لو قطع المنحنى هذا اللاين. كيف نيجي نرقم؟ بيقول لك الدايليتيشن والديسندينج احنا نحطهم على نفس على نفس المنحنى. نشوف على هذه الخانة هذه أنا أحط الديسندينج والدايليتيشن فلازم أفرقهم عن بعض. فبحط الدايليتيشن رمزه X والديسندينج رمزه O. وبالعادة البارتوغرام بيكون هو حط لي الرمز. مثلا هاي هنا سيرفايكل دايليتيشن X بلوت it X بينما الديسندينج of head بلوت O. فبالمجاز كل البارتوغرامز X و O نفس الرموز ولكن عشان انك لو نسيت بيكونوا مكتوبات. تمام. لازم اسوي vaginal examination على الادميشن يعني على الزيرو اور. فاول ما يصير ادميشن لازم اسوي vaginal examination. وين اسجله في البارتوغرام؟ على الزيرو اور. تمام لهسه؟ تمام حلو. وبعد ساعتين لأربع ساعات في العادة كل أربع ساعات بنسوي vaginal examination مرة أخرى إلا في حال وجود طارئ وحكيناهم المحاضرة الماضية. لما يصير dilatation 3 سنتيمتر وأكثر بنقل الآخر علامة علمتها للactive phase. هسا نفتهم كيف. لو كان labor progression well أنا أتوقع إنه يكون النقاط اللي أعلمها كسيرفايكال دايليتيشن على الليفت من الألرت لاين. معنى ذلك إنه نورمال ليبر. بينما لو قطع الرايت أوف ذا أكشن لاين هذا علامة إنذار ولازم أتدخل. تمام؟ حلو. نيجي نشوف على التطبيق. الدايليتيشن ما بده فهلوية. الرقم نحط قديش السنتيمتر عليه مثلا 2 سنتيمتر على رقم 2 نحط اشاره الاكس لانه دايليتيشن اكس رمزه وهكذا. بس الديسندينج هون اللي فيه السلافه. الديسندينج انا اعتمد الابدومينال اكزامينيشن ما اعتمدش الستيشن فناقص 2 هاي ستيشن. طب قديش تقابل في الابدومينال اكزامينيشن؟ لهيك انا حطيتكم في البنفسجي بالمحاضره مالت الستيشن والانجيجمنت اللي هي زيرو ستيشن معناها 2 على 5. نيجي هسه نطلع الطلوع. نطلع الطلوع حنصير ناقص 1 ستيشن ناقص 1 يقابلها 3 على 5 بعدين ناقص 2 ستيشن 4 على 5. فالناقص 2 معناها 4 على 5 يعني 4 سنتيم. فبحط على رقم 4. عرفنا ليش حطينا على رقم 4 الديسند مش على ناقص 2؟ لانه اصلا ما في ناقص 2 في التشارت. طب كيف احولها؟ بحولها للابدومينال اكزامينيشن اللي هو الرول اوف 5. الناقص 2 قديش تقابل؟ تقابل 4 من 5. تمام. هذا ات ادميشن على الزيرو اور. بعد 2 اورز من الادميشن شفنا الدايليتيشن 4. تعال نيجي نطبق. هاي الدايليتيشن وهي الديسند. نيجي على بعد 2 hours نشوف الدايليتيشن 4 سنتين نحطه هاي 4 سنتي على الساعة الثانية 4 سنتي. الديسند ناقص 1 قديش يقابل بالرول اوف 5؟ 3 من 5 يعني على الثلاث على الساعة 2 رقم 3 احط الاو. تمام.
لو نلاحظ انه 4 سنتين بلشنا في الاكتف فيز، معنى ذلك انه لازم ما نرسمهم هون عشان لحد اول 8 ساعات هذا ليتنت فيز. طبعا شو اسوي في هاي الحالة؟ برحلهم ترحيل فقط. الاربعة سنتي شو بالنسبة للاكتف فيز؟ اول سنتي فيه ولا الثاني؟ اول سنتي في الاكتف فيز هو 3، مش بيبدأ من 3 لـ 10، يعني 3 بيكون على الساعة 0 من الاكتف، 4 الساعة الاولى من الاكتف. لو اعترضنا انه الاكتف بيبدأ من الساعة 8، فالساعة 0 هي رقمها 8، معنى ذلك الساعة الاولى حتكون 9، فعلى الساعة 9 بحولهم زي ما هم وبخليهم على الساعة 9 نفس ما هم، ما بغيرش ولا اشي. ليش غيرتهم؟ لانه الدايليتيشن صار بالاكتف فيز. شو ليش انا سويت هذا الحكي؟ شو اللي بدي افهم حالي فيه؟ بدي افهم نفسي او بدي افهم اللي يقرأ الورقة انه هي اجت على الادميشن قبل ساعة من الاكتف فيز، بس هذا اللي بدي افهمه. ليش؟ لانه احنا ما عيرنا قبل 3 ساعات، سوري، قبل 3 ساعات من الاكتف فيز. ليش؟ لانه ما قعدنا الا سجلنا مرتين خلال ساعتين، التسجيل على الساعة بعد ساعتين صار الاكتف، معنى ذلك انه هدول لازم يكونوا على هدن الساعات. فالادميشن هو مش نفسه الانست، فهيختلفوا من بعض. بعرفش اذا وصلت ولا ما وصلت، بس اللي بدي تكونوا فاهمينه كالتالي: على الادميشن حاحطها على الزيرو اور، بعد 2 اور بعد له طبيعي، عبين ما نوصل دايليتيشن اعلى من 3، لما اوصل 3 واكثر برحله على الاكتف لاين، يعني بعد الساعة 8. ببدا من الساعة 8 لو كان الدايليتيشن 3، على الساعة 9 لو كان دايليتيشن 4، ببدا على الساعة 10 لو كان دايليتيشن 5 وقت ما فحصت الفجان الاكزامينيشن، وهكذا. فاول قراءة في الاكتف فيز هي اخر قراءة في الليتنت فيز، تمام. بعد 4 ساعات من الادميشن شفنا الدايليتيشن 7 سنتين، 4 ساعات من الادميشن معنى ذلك بعد ساعتين من القراءة اللي قبل منها، صح؟ احنا وصلنا الساعة 9، بعد ساعتين قديش حنصفي؟ ساعة 11، الدايليتيشن 7، بنروح على رقم 7 وبنحط X. الديسند موجب 1، معناها في الرول اوف 5 قديش بالضبط؟ 1، فبنحط عند الواحد الدائرة. فهذا هو كيف نطبق الديليشن والديسند. لو نلاحظ انه الاكسس او الكيرف مالت الاكس يطلع طلوع، فلو طلع هذا اشي كويس، والاو ينزل نزول، ولو نزل هذا الطبيعي، تمام. كيف عرفت انه السيرفايكال دايليتيشن 3 ما اعتمدته على 4؟ مش احنا صار عندنا اختلاف بين الكتب، انه في كتب بتعتمد 3 وفي كتب 4. تعال نيجي نلاحظ الشكل، الصوره اللي قبل اللي كانت واضحه. لو نلاحظ هون اول نقطه بدا فيها الالرت لاين، او خلينا نحكي هان الالرت لاين شو كانت اول نقطه بلش فيها؟ 3، معنى ذلك بداية الاكتف فيز 3 سنتين، تمام. نشوف كيرف تاني. لو نشوف هذا الكيرف، بداية الالرت لاين على 4 سنتي، معنى ذلك بداية الاكتف فيز على 4 سنتي. فالبارتوغرام نفسه بيخبرني متى ينتهي الليتنت ومتى حيبدأ الاكتف. طيب نيجي على البارتوغرام هاد. على الادميشن كان الدايليتيشن 2 سنتيمتر، بنفس المثال اللي حكيناه قبل شوي، هذا بنفس المثال، بس ما بدي اطبقه على هذا التشارت اللي فيه ليتنت فيز، بدي اطبقه على التشارت اللي ما فيه ليتنت فيز زي هذا. ات ادميشن على الزيرو اور كان الدايليتيشن 2 سنتيم، وين اطبقها؟ ما بحطها، لانه الالرت لاين يعبر عن الاكتف فيز، والاكتف فيز بدايته هون من الاربعة سنتي، يعني على الاربعة سنتي ببلش اسجل. البارتوغرام هون بستخدمه من الاكتف فيز، ما بستخدمه في الليتنت. فهمنا ليش؟ لانه الالرت بدايته على الزيرو لاين او على الزيرو اور. طيب بعد 2 اورز فحصنا الدايليتيشن لقيناه 4، هون بسجل، بحط اكس هون، تمام. بحط الديسيندينج ناقص 1، فححطه على 3، بنحط الاو على 3.
بعد 4 ساعات من الادميشن او بعد ساعتين من القراءة اللي احنا قرأناها لقيناه دايليتيشن 7 سنتي، فمنروح على الساعة 2 7 سنتي ونحط اكس، والدايليتيشن موجب 1 بنحط 1 الاو، وهكذا. فعرفنا شو الفرق ما بين البارتوغرام وانواعه وكيف التسجيل فيهم، هي هيك. لهيك الحديث هذا القديم، النوع البارتوغرام القديم، كل الحديث البارتوغرام ما في ليتنت فيز. لهيك لما اخذنا المانجمنت حكينا بندخل الست على غرفة الولادة في الاكتف فيز. لهيك صار يحكوا مدام احنا بندخلها على الاكتف فيز، ليش نحط الليتنت فيز؟ يعني هيضلوا فاضي هيك مدام هيك، فشلوا من البارتوغرام. بس في بارتوغرام حتلاقوه القديم قافي. نيجي هسه على اخر واحدة في البروجريشن اوف ليبر، اللي هو اليوتيراين كونتراكشن. اليوتيراين كونتراكشن لازم اقيسها كل نص ساعة، اشوف شو 3 شغلات: الفريكوانسي، الديوريشن، والانتنسيتي. تمام. طبعا خلال 10 دقائق، في فترة زمنية 10 دقائق. الفريكوانسي معناها عدد المربعات، اكثر نورمال يوتيراين كونتراكشن 5، فالنمبر اوف كونتراكشن بعبر عنه في عدد المربعات الملونة. تمام لهسه؟ حلو. قديش اكثر اشي طبيعي؟ 5. طب لو كان اكثر من 5 بنحكي تيكي سيستول، فكلمة تيكي سيستول معناها انه يوتيراين كونتراكشن مور ذان 5 per 10 minutes. الديوريشن بنعبر عنها بالنقاط او بالخطوط او في السولد. فمثلا لو كانت الديوريشن مال كل كونتراكشن اقل من 20 سكند بنسميها مايلد وبنحطها نقاط دوتس. لو كان مودريت يعني من 20 ل 40 سكند بنحط لاينز، ولو كانت مور ذان 40 سكند بنحط سولد. فنيجي نقرأ البارتوغرام لو كان في هذا الاشي. لو على الساعة 0 شفنا اليوتيراين كونتراكشن حسيناه، لقينا دوت و2، شو معنى هذا الاشي؟ معناه 2 يوتيراين كونتراكشن مايلد ان ديوريشن، او ديوريشن less than 20 سكند. تمام. لو نشوف هذا شو معناه؟ معناه انه في عندي 4 مودريت كونتراكشن ان 10 سكند، وهذا 5 severe او strong contraction in 10 second، او 5 uterine contraction in 10 second lasting more than 40 second. فهيك بنقرأ من خلال الرموز. كيف بقدر انا اقيس اليوتيراين contraction؟ احسبها عن طريق جهاز اللي هو intrauterine pressure catheter. مش بس هذا، في كمان طريقتين ممكن استخدمهم، اللي هي abdominal palpation، احط ايدي على الابدومن واشوف قديش قعدت كل انقباض وقديش كم انقباض صارت في العشر دقائق. ممكن طريقة ثالثة اللي هي trans abdominal uterine electromyography، ممكن استخدمها لحساب اليوتيراين contraction. لو بدي احسب البرشر داخل اليوتيروس، لو بالفيرست ستيج بيكون البرشر 50 مليمتر ميركوري، في السكند ستيج ممكن يوصل لحد 100 مليمتر ميركوري ضغط داخل اليوتيروس. واحنا نعرف انه يصير اكلوجن للاوعية الدموية اللي تروح لليوتيروس على قيمة 25 او 20 مليمتر ميركوري. معنى ذلك انه على 20 مليمتر ميركوري واكثر بيصير عندنا painful uterine contraction. طيب نشوف الفيرست ستيج قديش القيمة؟ 50، يعني حيكون بين ولا مش بين؟ حيكون بين. السكند 100، فحيكون بين كمان. فلذلك لما عرفنا الليبر والستيج مالتها حكينا بداية الليبر انه تحس الست في بين، ليبر بين. ليش؟ لانه على اي مرحلة مهما كانت، لو كانت فيرست او سكند، راح يكون عندنا بين. ليش؟ لانه البرشر داخل اليوترس مور ذان انه البلد فيسل تضلها فاتحة، فبصير اوكلوجن. لو صار اوكلوجن حيصير اسكيميا، راح تشعر الست في البين. الانترا يوتيريني بريشر بنقسمهم لاربع مستويات: مايلد، مودريت، سيفير، تيتانيك. لو كان اقل من 50 مليمتر ميركوري بنعتبره مايلد، فبالفيرست ستيج مايلد انترا يوتيريني بريشر. لو وصل
اقل من 75 نعتبره مودريت، لو اقل من 110 نعتبره سيفير. فبالسكند ستيج بيكون سيفير انترا يوتيراين بريشر، ولو كان اكثر من 110 بنسميه تيتانيك. فبلازم نفرق ما بين مستويات الانترا يوتيراين بريشر اللي هي مالد مودريت سيفير تيتانيك، وما بين الانتنسيتي اوف كونتراكشن او ديوريشن اوف كونتراكشن اللي هي مايلد مودريت سيفير اللي وحدتها سكند هناك حكيناها قبل شوي هون هيا. فهي ديوريشن اوف كونتراكشن وحدتها سكند، بينما الانترا يوتيراين بريشر وحدتها مليمتر ميركوري. هذا الجهاز اللي هو انترا يوتيراين بريشر كاثيتر، ونقيس منه الضغط داخل الرحم. نيجي هسه على المذر كونديشنز اللي هي الفايتال ساين. اول شيء ميديكيشن، بيكون اي دراج اخذته اكسايتوسين مثلا الانفيوجن بنحطه مع الوحده مالته، يونت بير لتر، دروب بير مينيت. البين ريليفر اخذت بنحطه، اخذت فلويد بنحطه. الفايتال ساين بلس، والبلس بنحطه على شكل نقاط كل نص ساعه نقطه، ونوصل بيناتهم بخطوط. البريشر بنحطه زي هاي العلامة. شو كيف؟ مش كل ضغط له قراءتين، قراءة فوق وتحت، سيستول ودايستول. قيمة السيستول بحط السهم العلوي عندها، والدايستول السهم السفلي عندها، وبسوي البلد بريشر كل 4 ساعات، التمبريتشر كل 4 ساعات، وبنقيسها بالسيليسيوس. اليورين اناليسيس بنسوي الديبستيك تيست، أسيتون إما بنحط سالب أو موجب، البومين او بروتين موجب او سالب، في بعض البارتوغرام مش كلها في جلوكوز بنحط سالب موجب، واخر شيء الفوليوم. اما انها تشجعها انها تعمل يورينيشن لحالها، او نحط لها كاثيتر. احنا في العادة نحط كاثيتر كل 4 ساعات، نحطها ونشيلها مش نخليها، لا كل 4 ساعات نحطها وبنشوف قديش الفوليوم، وبنرجع مرة ثانية بعد 4 ساعات نحطها مرة ثانية. بالنهاية لما خلصنا من البارتوغرام وشفنا الاناليسز، اما يكون ساتسفاكتوري بروجريشن اشي كويس متعوب عليه او بمشي في الاتجاه الصحيح، اذا ضله المنحنى على يسار الالرت لاين بنسميه ساتسفاكتوري ليبر او نورمال ليبر. بينما النون ساتسفاكتوري او النوت نورمال لما يكون على الرايت من الالرت لاين، وفي بعض الكتب تقول لك على الرايت من الاكشن لاين، وشرحت هذه التفصيل تبعتها لما شرحنا بداية المحاضرة. نيجي نقرأ هذا البارتوغرام. نشوف هون بلش التسجيل الفيتال هارت ريت على الساعة 8 مع الاكتف فيز مثلا. يعني قديش كانت القراءة؟ كانت قراءة البلد بريشر الفيتال هارت ريت 140، يعني طبيعي. بعدين نزل صار 130 بعد ساعة، بعدين طلع بعد نص ساعة صار 140، وهكذا هي قرأنا. نيجي هون فهنا بالادميشن، at the admission كان الديسند 5 سنتين، معنى ذلك او 5 سنتين فوق الاسكيل سباين. نشوف هون على الادميشن كان الدايليتيشن 2 سنتيمتر، بعد ذلك قسناه بعد 3 ساعات شفنا الدايليتيشن صار 4 سنتيمتر. 4 سنتيمتر معناه صرنا اكتف لاين لازم ننقله، نقلناه على الساعة الثانية وشفنا الدايليتيشن لقيناها كمان 5 سنتيمتر، وهكذا. هذه قراءة السيستول والدياستول. قراءة السيستول كانت على هاي النقطة قديش؟ 140. قديش الدياستول؟ 100، وهكذا. هذا البلس، قديش البلس عند هاي النقطة؟ كان 90 نبضة في الدقيقة. بالنهاية لفريدمان أول منحنى كان يقول لي لحد 3 سنتين هذا latent phase. استغرق قديش في هذا المنحنى؟ 9 ساعات. بعد ذلك لحد ما يوصل 10 سنتين هذا active phase acceleration phase. بعد ذلك second stage. فلحد 10 سنتي كل هذا قبل بيكون first stage منقسم ل latent to action،
وبعد ذلك يصير second stage of labor. شو المعلومات اللي بدي أكون عارفها؟ أبدو من الإكزامينيشن شو بدي أميز؟ الفيتال هارت ريت، الديسنت مالت الهيد بالرول أوف 5 واتفقنا عليها، والكونتراكشن بالفاجينال، الدايليتيشن، المولدينج، الليكر، بنسوي الاناليسز، والستيشن، وممكن نضيف عليها البوزيشن. البوزيشن إذا كانت الفرونت فونتانيل بوستيريور، الانتيرا فونتانيل اللي مبينة، فهذا أقول أحددها من موجود فور سوتشرينج. لو كان في عندي 3 سوتشرينج أقول بوستيريور فونتانيل، وهذا أقدر أحسب إنه فليكست والفليكست دي فليكست وهكذا. هذا البارتوغرام وشو اللي بتطلع في النهاية. نشوف هنا شو معنى هذا ولا إنه في عنا 3 يوتيراين كونتراكشن سترونج. كيف عرفت إنه سترونج؟ لأنه صلب، لا منقط ولا مخطط. هنا بأول بالأدميشن ما كان عندي بروتين، هيو ما كان عندي أسيتون. الفوليوم كان 200 ملي في البلادر لما حطينا الكاثيتر. لما بلشنا في الأكتف فيز شوف حطينا كاثيتر مرة ثانية طلع 250 ملي. يعني خلال الفترة الماضية من الأدميشن لحد ما صار دايليتيشن 4 سنتيمتر مثلا طلع 250 ملي. هل في أسيتون في البول؟ لا. بروتين ما قسناهوش فخليناها فاضية. قديش على الأدميشن درجة الحرارة؟ 37. فصار كثير واضح قراءته من غير ما أطلب من أي واحد شو فسر لي أو قل لي شو اللي صار. على السريع أقدر أميزه. هيك خلصنا المحاضرة، بالموفقية يا رب. المحاضرة الجاي هنحكي الأبنورمال ليبر، تطبيقات على هذا التشارت، نفهمه صح، نمستر أموره، لأن المحاضرة الجاي تعتمد على هذه المحاضرة. بالموفقية يا رب، والله يقويكم.